عمليه علاء عجلان لتاخير سرعه القصف، ايقونه علاء كلينك. علاء كلينك المركز العالمي لجراحات سرعه القصف والعضو الذكري. بنتميز بان احنا المركز الوحيد في العالم اللي بيعمل العمليات دي. من 2009 13 سنه عملنا فيهم الاف الحالات، مرضى من 36 جنسيه، والكلام ده موثق في المؤتمرات. العمليه اولا بسيطه جدا، مدتها 10 دقائق، والمريض بيخرج من المستشفى بعد 4 ساعات وبيمارس الحاله عاديه، قياده السيارات والاستحمام والاعمال الخفيفه في نفس اليوم. العلاقه الجنسيه بعد 15 يوم، النتيجه بتبان من تاني لقاء جنسي مباشره. طيب العمليه ببساطه ما بتاثرش على الانجاب، احنا ما بنشتغلش في القصه، ما بتاثرش على الاحساس، ما بتاثرش على الانتصاب. واهم حاجه بقى، ودي الميزه الجوهريه اللي هي تتميز بيها عن كل العمليات اللي موجوده في العالم، انها دائمه. يعني ايه؟ مش مؤقته. كل وسائل علاج سرعه القصف اللي في العالم مؤقته، لا يوجد عمليه دائمه باستثناء عمليه علاء عجلان بشهاده المؤتمرات والمنظمات الدوليه. الناس اللي احنا عاملينهم من 13 سنه حتى يومنا هذا من 2009 مفيش واحد فيهم حصل له انتكاسه. انتكاسه يعني ايه؟ يعني مش هقول لك المريض مثلا بقى مثلا بعد عمليه نص ساعه وبعد شويه بقى 28 دقيقه، لا، نتائج ثابته بفضل الله عز وجل. طبعا العمليه بتتكون من ايه؟ عمليه بمنتهى البساطه بنقص حته جلد صغيره في مكان الطهاره اسفل القضيب اسمها المنطقه دلتا، وبنقص احدى العضلات اسفل القضيب. اسفل القضيب هنا في مجموعه من العضلات بنقص واحده منها. العمليه طبعا قص المنطقه دلتا يعني بيأثر على الجزء الاول من عمليه القصف، وقص العضله الثانيه بيأثر على المنطقه على الجزء الثاني من عمليه القصف. ليه؟ عمليه القصف بتتكون من جزئين، الجزء الاول مرحله التجميع، انك تجمع السائل المنوي من اجزاء الجهاز التناسلي وتجيبهم للقاع القضيب. المرحله الثانيه اللي مرحله القصف، انك تقذفه من القاع القضيب الى الخارج. قص المنطقه دلتا بيبطئ العمليه الجزء الاول، وقص العضله بيبطئ الجزء الثاني. في ناس تقول لك طب انت بتقص العضله دي، ده ممكن تاثر على الجسم او تاثر على البول. عشان نريح الجميع من الاخر، في ناس اكتشفناهم وسجلنا الاكتشاف ده يعني خلقيا العضله دي مش موجوده عندهم اصلا ومش عاملين اي مشاكل. ثانيا احنا عبر الاف المرضى مفيش ولا مريض حصل له مشكله من قص العضله.